الرسالة الثانية إلى أمي الحبيبة وإلى الأهل الأعزاء وإلى أمهات أصدقائي وآبائهم وإلى والدي العزيز حتى لا أنسى. أطلب منكم الثبات والصبر. الله سبحانه وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لا أقولها والله لأنني أكثركم إيمانا ولا أقولها والله لأنني رجل صالح ولا أقول ذلك ولا أزعم، بل إن في من العيوب وفي من الأخطاء وفي من ولو كانت كما قيل ولو كانت لذنوبي رائحة لما جلس بجواري أحد، لكن الله سبحانه وتعالى ستر علي. ولو فعلت ما فعلت من معاص وذنوب وأخطاء فإني أرجو من الله أن يسترني في الدنيا ويسترني في الآخرة. وإنما أقول لكم هذه لأنني قد لا أشعر بما تشعرون، فأطلب منكم الثبات والصبر على هذه الأمور. وأقول أمي الحبيبة قد كنت تمنين أن يعود عمر إلى البلاد في يوم من الأيام وتزفيه إلى زوجه أو إلى عروسه وتريه وتري أبناءه وأحفاده ويعيش بينكم ويعيش معكم وتعيش هذه الحياة الأسرية الكريمة الطيبة إن شاء الله في أمان، لكنك تعلمين جيدا أنني سلكت هذا الطريق وأنني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن إذا قبض روحي أن يقبض روحي على هذا، وأنني والله لا أقبل بتلك الحياة. أتمنى كل الأمان أن أكون بينكم، لكنني والله أرى تلك الحياة ثقيلة على نفسي، ثقيلة جدا على قلبي. وإنما أتمنى أن يمن الله سبحانه وتعالى على بلادنا بالنصر بالتوفيق بالنجاح بالسداد بأن تخرج من هذه الأزمة. فاعذريني، قد كنت أقول لك سابقا اعذريني على غيابي، وإنما اليوم أقول لك اعذريني على خطأ ليس لي علاقة به جر إخوتي إلى المعتقل، إنما يريدون من ذلك ابتزازي. وإنني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلهمني الصبر والثبات وتجلدي للشامتين أريهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات. الرسالة الثالثة أيضا حتى لا أنسى، رسالة أوجهها إلى أمهات أصدقائي مساكين، أنا تذكرت أمي ونسيت أمهات أصحابي. أقول لكم وأقول لأمي أيضا، أبناؤكم ليس لهم علاقة في أنشطة السياسية، وما هي أنشطة السياسية؟ يعني هل لدينا مثلا مجموعات وتنظيمات هو شاب يغرد من جوال ويبث من آخر ويقوم بعمل برنامج في غرفة نوم، فما أفعل إن كانت الدولة مرعوبة لهذه الدرجة؟ أبناؤكم ليس لهم علاقة، أكبر جريرة أبناؤكم أنهم قاموا بعمل كبسة معي في يوم من الأيام وتابعوا مباريات الاتحاد أو الأهلي أو الهلال معي في يوم من الأيام ولعبوا معي شيء من البلايستيشن في يوم من الأيام. هذه أكبر أخطاء أبنائي. فأقول لكم أيضا عليكم بالصبر وأوجه اعتذاري الحار الشديد إليكم أنه تم اقتحام بيوتكم بتلك الطريق بتلك الطرق. آسف آسف جدا. أني لريب الدهر لا تضعضع وتجلدي للصبر.